essa bola vai rolar. Mundo é o tapete verde. Quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. مستمعي راديو أورينت ومحبي الرياضة وكرة القدم، أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا بالحلقة الأخيرة من برنامج قلب المونديال، هالبرنامج اللي كان معكم طيلة فترة مونديال البرازيل. ورح كون معكم بهالحلقة الأخيرة أنا وسيم الأحمد، ورح يشاركني معا عمر بتحليل المباراة النهائية لكأس العالم. مساء الخير معا. مساء الخير وسيم، ومساء الخير لمستمعين راديو أورينت وبرنامج قلب المونديال. والله يعني أنا حزين بصراحة أن اليوم آخر حلقة، لكن إن شاء الله ما بنطول كتير في الغياب على مستمعين راديو أورينت وهالبرنامج يلي تواصلنا فيه بـ30 حلقة يوميا أو أكثر، 33 حلقة مع مستمعين راديو أورينت وبكأس العالم. وبنوجه تحية على الهندسة الصوتية كذلك زميلنا مشهور، وعطينا العناوين وسيم. للمرة الرابعة ألمانيا بطلة للعالم بعد فوزها الصعب على الأرجنتين بهدف وحيد في المباراة النهائية لمونديال البرازيل. الألماني مانويل نوير يحرز جائزة أفضل حارس مرمى، وميسي ينال جائزة الترضية كأفضل لاعب في البطولة، والكولومبي رودريغيز يتوج هدافا للمونديال بستة أهداف. والنسخة الـ20 لكأس العالم تعادل مونديال فرنسا بعدد الأهداف المسجلة في مجموع المباريات. أهلا وسهلا فيكم مستمعي راديو أورينت وبرنامج قلب المونديال. بحب أذكركم بصفحة برنامجنا على الفيسبوك اللي بتقدروا من خلالها تتابعوا كل الأخبار وآخر النتائج الخاصة بكأس العالم. إذن الألمان منتخب المانشافت أكد استحقاقه للقب عن جدارة، فأنصفت الكرة بالمباراة النهائية بفوز صعب وصعب جدا على الأرجنتين العنيدة. الأرجنتين اللي بنوجه لها كل التحية والله على أدائها بالأمس. خلينا نسمع التقرير وراجعين. ألماني مثير على التانجو الأرجنتيني بمواجهة أوفت بكل وعودها لمنتظريها بكافة أرجاء المعمورة. بداية اللقاء كانت متوازنة مع أفضلية نسبية للأزرق اللاتيني الذي استفاد من الغياب المفاجئ لضابط إيقاع وسط المانشافت سامي خضيرة وخروج بديله مصابا ليأتي جناح البلوز شورلي، فأضاع رجال سابيلا أكثر من فرصة عبر هيغوين وميسي. بداية النصف الثاني شهد مواصلة الأرجنتين أفضليتها، لكن الماكينات عادت للعمل لتعطل سيطرة زملاء ميسي الذين تراجع مستواهم البدني بشكل ملحوظ، ليرد القائم رأسية المدافع هوفي دايس. أهدر بعدها بالاسيو فرصة محققة للتسجيل عندما أساء تصرف بانفراده مع الأخطبوط نوير. ومع وصول المباراة للأوقات الإضافية أقحم لوف لاعبه ماريو غوتزي بديلا للهداف التاريخي للبطولات لبطولات كأس العالم كلوزي، فكان عند حسن ظن مدربه عندما سجل هدفا قاتلا بالدقيقة 13 بعد 100، مستغلا خطأ الدفاعات تانجو وليقود بلده نحو لقبها المونديال الرابع بنسخة كربونية لأحداث نهائي العام 90 بين البلدين. إذن مباراة نهائية كانت جيدة بكل المقاييس، يمكن ما شهدت إلا هدف واحد، ولكن كترت في الفرص، ما كانت مباراة أبدا سيئة. بالنسبة لنهائيات كأس العالم، خلينا نحكي عن التشكيلة اللي بدأ فيها مدرب المنتخب الألماني بطل العالم واكيم لاف اللي غاب عنا مثل ما سمعنا بالتقرير سامي خضيرة بعد إصابته قبل ساعات قليلة كتير من المباراة. كان المتألق مانويل نوير بحراسة المرمى بخط الدفاع فيليب لام، جيروم بواتينغ ومات هوملز وبندكت هوفيديس. أما بخط الوسط سامي خضيرة وباستيان، لا كان غايب سامي خضيرة، أما كان باستيان شفانشتايجر وتوماس مولر وتوني كروس ومسعود أوزيل. أما بخط الهجوم فهداف المونديالات ميروسلاف كلوزي. كان
تدخيل اللاعب كرايمر اللاعب الشاب يلي تعرض ايضا هو يعني نحس خضيرة او نحس هالمركز يلي بيلعبوا فيه اثنيناتهم. قدير تعرض أثناء الإحماء وكريمر تعرض في نص ساعة الأولى لإصابة قوية اضطر على أثرها للخروج، ودفع المدرب لوف بلاعب تشيلسي الجناح أندري شورلي الجناح الناجح والتبديل الموفق اللي كان من لوف، وكذلك الهدف اللي سجلته ألمانيا كان باستفادة من البدلاء اللي صنعه شورلي ويلي أنهى الكرة في شباك الأرجنتين، وشبهوه الناس بنيستا إسبانيا اللي هو جودزي لما السيناريو المشابه والسين ب 2010 كنا نتذكر انيستا هدفه بهولندا وستيكلنبرغ. نفس الشيء مبارح كان اللاعب جودزي. خلينا نحكي عن تشكيلة التانجو الأرجنتيني. لحراسة المرمى سيرخيو روميرو، في خط الدفاع بابلو زاباليتا، مارتن ديميكاليس وإزيكيل جاراي اللي أنا بشوفه هو وماركوس روخو من أحسن مدافعين في البطولة. لخط الوسط انزو بيريز ولوكاس بيليا وخافيير ماسكيرانو، وفي الهجوم ايزيكيل لافيتزي او لا لافيتزي كان لعب وسط لانه بلش 4-4-2 المدرب سابيلا. الهجوم الثنائي كان ليونيل ميسي وغونزالو هيغوين. تمام معنا، وشفنا ايزيكيل لافيتزي خاصة بالشوط الاول كان عم يتعب كتير خط الوسط والدفاع الألماني من خلال استحواذه والجري بالكرة والمراوغات. إذا انتبهتوا مستمعينا كان حالتين انذارين الكرتين الصفر اللي تلقاهن المنتخب الألماني كانوا من إيزيكيل لافيتزي خلال 7 دقائق بعد ما أعاقوا هاللاعب لاعب نادي باريس سان جيرمان من خلال تقدمه بالكرة. خلينا نروح لإحصائيات من المباراة. فكان في 5 حالات تسلل احتسبت طوال اللقاء، 3 مرات لصالح المنتخب الألماني ومرتين لصالح المنتخب الأرجنتيني. أما أبرز الصافرات اللي أطلق الحكم الإيطالي نيكولا ريتزولي كانت بالدقيقة 30 عندما احتسب تسلل على المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوين وألغى هدف التقدم لراقصي التانجو. القرار كان صحيح بإلغاء الهدف تماماً. ما في عليه غبار القرار. الحكم مبارح شفناه استعمل البطاقة الصفراء 4 مرات، 2 لألمانيا، الأولى كانت لشفنش تايجر دقيقة 29 والثانية اللي هوفي ديس. هاي الحالة يلي كتير حكوا عنها أنه لازم عليها بطاقة طرد، والأولى للأرجنتين كانت دقيقة 64، أما الثانية بعدها بدقيقة واحدة كانت دقيقة 65. الألمان اعترضوا على الحكم في الدقيقة 109 لما احتسب خطأ على أجويرو لعقدته شفنش تايجر في وسط الملعب، نزف عنه نتج عنه نزيف، وشفنا شفنشتايجر عم بينزف بجرح ودماء غزيرة على وجه شفايني. وبصراحة حتى الحال تحليل الحكام بعد المباراة قالوا انه بيستحق عليها أجويرو الطرد، يعني الحكم شفناه تغاضى عن حالتين طرد وبالتالي الطرفين متعادلين. في كمان ناس بتقول انه في كمان بطاقة حمراء تانية للأرجنتين لزاباليتا تحديدا. على اي حال الوكيم لوف كمان مدرب المنتخب الألماني انتقد الحكم أثناء المباراة. نحكي بالأرقام، المنتخب الألماني قام ب 29 محاولة هجومية طوال اللقاء، 6 منها كانت من العمق و15 محاولة من الجهة اليمنى اللي شفناها مبارح متطوع فيها فيليب لام وتوماس مولر، ومن ثم محاولات في الجهة اليسرى كانت أبرزها اللي هي جهة مسعود أوزيل بالدقيقة 113 لما انطلق أندريا شورل من الجانب الأيسر ومر الكرة عرضية متقنة بدقة الساعات السويسرية لماريو جودزي البديل يلي قال له لوف انت أحسن من ميسي وروح سجل لنا جول، وكلوزي لما بدل وسلم عليه قال له انت راح تجيب جول، أحرز منا بالفعل هدف التتويج للمانشافت. تماما معنا، ما بنختلف على أحقية منتخب ألمانيا بالتتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة بتاريخه. وشوفنا مبارح الدفاعات الأرجنتينية كانت صلبة وصلبة جدا جدا إلا بها الهدف كان شورلي عليه إذا انتبهت مع أن 3 مدافعين، بينما اللاعب اللي سجل الهدف ماريو جودزي كان تقريبا غير مراقب وبعيد الدفاع الأرجنتيني عنه، يعني كان في مساحات فاضية بها الهجمة للمنتخب الألماني وأدت إلى تسجيله لهدف المباراة الوحيد، وكان بالضبط بالدقيقة 112 من توقيت المباراة. أما منتخب الأرجنتين فقام ب 21 محاولة هجومية، 6 محاولات إجت من اختراقات العمق و9 إجت من الجانب الأيمن و6 من الجانب الأيسر. أما الركلات الركنية فكانت 3 للأرجنتين مقابل
5 لألمانيا. نعم وسيم، يمكن على ذكر الهدف الكلام اللي تفضلت فيه حضرتك من شوي بخصوص الهدف، انه الارجنتين اللي دافعوا منيح خاصه باخر كم مباراه بالمونديال. احنا قلنا مباراه هولندا انه نجاح الارجنتين كان يحسب لسابيلا المنظومه الدفاعيه، كذلك مباراه الامس سكر على الالمان. بصراحه الارجنتين في لحظات كثير امبارح حسست انه قادر تفوز على المانيا، بل انه المانيا خافت وتراجعت في بعض فترات المباراه. اللي صار بالهدف هو الخطأ الفردي، وكأنه الطبع يغلب التطبع. الأداء الجماعي والمنظومة الجماعية كانت ممتازة متماسكة ما في أخطاء، لكن غلطة فردية بسيطة بين الظهير اليمين وقلب الدفاع كلفت الأرجنتين المونديال. شفنا لعيبة الأرجنتين عم يبكوا بحرارة، وبصراحة كان يمكن السيناريو كان قاسي شوي وسيم، لأنه المباراة وصلت مرحلة خلص الكل ظن أنها باتجاه لركلات الترجيح يعني. تماما يعني، بس ما نقدر نقول كان المنتخب الألماني مسيطر بشكل أكبر، وحتى كان في شوية توتر بمنتصف الشوط الأول بعد ما سيطر بنسبة كبيرة، هي كانت نسبة هلأ بدنا نحكيها نسبة حوالي 65% على مجريات اللعب، بينما الأرجنتين كانت عم تلعب بس من خلال المهارات الفردية بالشوط الأول، وكانت خاصة لإيزيغيل لافيتزي، واستفادوا لاعبين الأرجنتين من الأخطاء القاتلة للدفاع الألماني وكانوا نهوا المباراة. ولكن غونزالو هيغوين أضاع كرة لا تصدق بالشوط الأول، وكرر هاشي بالاسيو بالشوط الثاني. معا يمكن أنا وقت أضاع بالاسيو الهدف يعني توقعت أنا شخصيا أن تروح المباراة للمنتخب الألماني، طالما المنتخب الأرجنتيني عم تجي كرات محققة للتسجيل، وما استفاد منها قلبين الهجوم اللي تعاقبوا، اللي خرج غونزالو هيغوين وبدلوا المدرب الأرجنتيني بلاعب انتر ميلان. نعم وسيم، بالفعل اللي بيضيع بيقبل مثل ما بيحكوا. الأرجنتين مبارح كان عنده فرص خطيرة جدا على فكرة يا جماعة، الأرجنتين مبارح كخطورة الفرص نوعية أخطر من ألمانيا، لكن الألمان كان عنده استحواذ على الكرة أكثر، كان عنده محاولات هجومية، نوعوا في اللعب، امتصوا الحماس الأرجنتيني. لوف مدرب ذكي، مدرب عنده دهاء عالي، استحوذ لما شاف الأرجنتين عم تستحوذ على الكرة وعم تضغط عم بضيع فرص، ما ضل يجاريهم بنفس الأسلوب لأنه اكتشف أنه دفاعه إذا ضل يلعب هالأسلوب رح يضرب وسيم، وبالتالي غير رجع لورا أكثر بالشوط الثاني. شفناه أول تلت ساعة كانت للأراجنة، ومن ثم بدأ المنسوب البدني يقل عند الأرجنتينيين، هون كانت الفرق للمكينات يلي هي بالوضع الطبيعي عندها دوما لياقة أفضل، فما بالك إذا كان المنتخب الآخر اللي هو الأرجنتين عامل مباراة سيمي فاينل أمام هولندا متعبة جدا وركلات ترجيحية كان فيها، لذلك الألمان فرضوا كلمتهم. أنا بشوف إنه المنطق فرض نفسه كمان وسيم، يعني الألمان هم أكثر المنتخبات ثباتا هن وهولندا طوال المونديال. هولندا يلي ودعت بدون ما تخسر، خسرت الأرجنتين بركلات الترجيح فقط، ويعني مبروك لألمانيا بصراحة هاللقب يلي هالجيل خلينا نقول وسيم مع المدرب بالذات ويكيم لوف من أيام كلينزمان لما كان مساعد له، حتى أنا قرأت اليوم بحط تصريحاته وقال إنه هذا الموضوع مو بس موضوع 55 يوم اللي هي فترة التجمع للمونديال وما قبله، لا هو شغل من 10 سنوات استراتيجية مشي عليها الاتحاد الألماني. إذا بتتذكر وسيم كنا حكينا عنه في واحدة من حلقاتنا. تماما، معنا المنتخب الألماني واللاعبين بيستاهلوا هالتتويج باللقب. وخلينا نرجع على مجريات المباراة لنحكي عن إحصائيات المنتخب الأرجنتيني. سدد 5 مرات بهاللقاء، تصور معا جميعا خارج القائمين والعارضة، أما المنتخب الألماني فسدد 7 مرات بمرمى الأرجنتين، على مرمى الأرجنتين 4 منها تصدى إلى الحارس روميرو، وواحدة دخلت المرمى مقابل تسديدتين بعيدتين عن القائمين والعارضة. بدي أرجع للكرتين اللي أهدرون مهاجمي المنتخب الأرجنتيني، يعني كمان كان حالات انفراد تامة وأخرجهم أو أهدرهم المهاجمين خارج قوائم المرمى. أما بالنسبة لهدف المباراة الوحيد رح نحكي، هاي نقطة كتير مهمة، فإجا من 8 تمريرات بدأت من هوفيدس وانتهت عند ماريو جودزي اللي وضعها بالمرمى بعد تمريرة متقنة جدا من شورلي، يعني كان في جهد جماعي بالهدف رغم عدم التغطية الدفاعية الكافية للمنتخب الأرجنتيني. طبعا نسيم دائما نحكي نحن الألمان ما عندهم ميسي، ما عندهم نيمار، ما عندهم فالكاو، لكن انه منتخب جماعي جدا جدا، تيم وورك رائع جدا عند الألمان، ما بيحسسوك انه عنده نقص. يعني امبارح شفنا سامي خضيره ما بيلعب،
لكن مع هيك المنظومة لم تتأثر والماكينات بقيت تعمل. وكمان كان على ذكرك في الفرص الأرجنتين وسيم تذكر فرصة ميسي أول دقيقتين في الشوط الثاني كانت كرة كتير قريبة. أنا بصراحة لما صوب فكرت في الجول يعني. أيضا بالشوط الأول ميسي انفرد وصوب كرة من فوق نوير بذكاء لحق بواتنج اللي أنا بشوفه من أحسن لاعبي مباراة مبارح خلصها من على خط المرمى. والله معاون حق جمهور الأرجنتين يزعل وكان عندهم فرص خطرة. لكن على أي حال التاريخ عاد نفسه بنفس السيناريو المرير نفس الطريقة الصعبة اللي خسرت فيها أرجنتين مارادونا عام 90 من الألمان بيرهوف وماتيوس وبيكن باور اللي كان مدربهم اللي خسروا في ضربة جزاء حكينا عنها بمناسبات سابقة. بريمة بداية 90 مشكوك في صحتها بارح الأرجنتين خسرت بتصور سباسين بسيناريو لا يقل قسوة عن ذلك السيناريو مشابه بالدقائق الأخيرة وبالتمديد يعني الأشواط الإضافية للمباراة بالضبط. بس مع أن المنتخب الأرجنتيني اعتمد تقريبا من بداية المونديال على اللعب الدفاعي وعلى الانطلاق بالهجمات المرتدة وخاصة من الحالات الفردية لميسي لأنخيل دي ماريا اللي غاب عن لقاء امبارح. صحيح إصابة دي ماريا امبارح والله دي ماريا موجود يعني كان أنا كنت عم بحضرها وفي أحد المتابعين كان الأرجنتيني كان عم بيقول في الليلة الظلماء يفتقد دي ماريا وليس البدرو. بس لا المنتخب الألماني يعني لعب أداء جماعي بمعظم مباريات المونديال وكان عنده خط وسط رهيب. أيضا الانتقال من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية كانت بتتم بيعني تنظيم جيد جدا ويحسب لواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني. وهلأ مستمعي راديو أورينت وبرنامج قلب المونديال خلينا نروح نحكي عن أرقام خاصة بهالمباراة. فتتويج ألمانيا على أرض البرازيل هو المنتخب الأوروبي الأول اللي بتوج بالقارة الأمريكية الجنوبية والثاني خارج أوروبا بعد تتويج إسبانيا بمونديال 2010 بجنوب أفريقيا. بينما هالمواجهة بين الطرفين في النهاية الثالثة بعد مونديال 1986 و1990 وهو رقم قياسي ولي وبيتبعن بالمواجهات بالمباريات النهائية ما بين المنتخبين الإيطالي والبرازيلي بمونديال 1970 ومونديال 1994. نعم وسيم تتويج ألمانيا منح أوروبا اللقب الثالث على التوالي. أوروبا تسيطر بعد لقب إيطاليا ب 2006 على أرض الألمان يلي كان وقت حكوا للبرازيل وسون لما خرجوهم بالسيمي فاينل بهي البطولة إنه نحن جربنا هالشعور ب 2006 وكذلك أتى الماتادور ب 2010 وفاز بجنوب أفريقيا وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ المسابقة. والآن بطل لأول مرة بيكون أوروبي في قارة أمريكا اللاتينية. ألمانيا يعني بتستاهل ولا بتستحق هالأرقام ورح نحكي عن ميرسلوف كلوزا هاللاعب يلي غير إنه هداف وسيم ب 16 هدف تاريخي وأربع مشاركات بالسيمي فاينل لكأس العالم لكن هاللاعب يلي بات الآن عنده أكبر مسافة زمنية ما بين مشاركة في مباراتين نهائيتين كان الرقم القياسي عند بيليه بمونديالين أيام بيليه لكن 58 و70 هلأ ميرسلوف كلوزا من 2002 و2014 يمكن البعض يقول طب ما هي 12 سنة ب 12 سنة لكن لا فارق الأيام أكثر لمصلحة كلوزة كلوزة اللي حتى حطم الأرقام التاريخية والقياسية تماما معا. وبهالفوز للمنتخب الألماني بتكون القارة الأوروبية تفوقت على القارة الأمريكية الجنوبية بعدد التتويج بكؤوس العالم ب 11 لقب بينما القارة الأمريكية الجنوبية توجوا منتخباتها بتسع مرات. وأيضا مستمعينا نهائي البرازيل 2014 هو الثالث على التوالي اللي ما انحسم بالوقت الأصلي ففازت إيطاليا بمونديال 2006 بركلات الترجيح وأسبانيا أيضا بمونديال 2010 بهدف أندرياس أنيستا بالوقتين الإضافيين. ومثل ما شفنا مبارح المباراة النهائية ما بين الأرجنتين وألمانيا بالدقيقة 112 تفوق المنتخب الألماني. خلينا ننتقل للاعب ألماني هو كريستوف كرامر هو تاني لاعب بتاريخ المونديال بيشارك كأساسي للمرة الأولى في المباراة النهائية وسبقه إلى ذلك الأرجنتيني غوستافو دوزنتي في نهائي 1990 وكنا حكينا نقطة معا أنه فشل المنتخب الأرجنتيني بالتسديد على المرمى بين القائمين لأول مرة من مونديال من نهائي عام 1990.
نعم وسيم، يعني برجع هالشيء يمكن لأنه الأرجنتين كان في عندها رعونة، كان في عندها تسرع، فرصة كلها كانت بجوار المرمى على القائمين على الأطراف. لكن على أي حال هدف ماريو جوتزي رفع المنتخب الألماني حصيته بأهداف في مونديال البرازيل إلى 18 هدف، وهو الرقم الأعلى منذ حصيلة البرازيل في مونديال 2002. أنا بتذكر كان رقم مشابه للرقم تماما معا. وأيضا من الأرقام الخاصة بالمباراة، بعد الهدف الوحيد بالمباراة النهائية ارتفع عدد الأهداف المسجلة بمونديال البرازيل إلى 171 هدف، وهو نفس الرقم القياسي اللي سجل بمونديال فرنسا عام 1998. وخلينا نروح للمنتخب الأرجنتيني، هو اتأخر بالنتيجة للمرة الأولى في المونديال بهدف جوتزي ولحوالي 8 دقائق فقط، وما كان كافي لتعويض خسارته. شفنا المنتخب الأرجنتيني دائما ما تأخر بها المونديال أبدا خلال المباريات، وأتلقى المنتخب الأرجنتيني هدف للمرة الأولى في الوقت الإضافي خلال تاريخ المونديال، هذا كمان رقم جديد للمنتخب الأرجنتيني. بينما شاهد مونديال البرازيل 8 مباريات بوقت إضافي، وهو نفس الرقم القياسي المسجل بمونديال إيطاليا عام 1990. نعم وسيم، يعني كنت من كم حلقة حكيت إنه هالرقم التاريخي تبع مونديال فرنسا 98 ممكن يكسر ولا لا، لكن الآن شفنا بحلقة بمباراة النهائية مبارح إنه وصل ل 171 جول، وتعادلوا بالمونديال الحالي بمونديال فرنسا عام 98. بصراحة وسيم على المستوى الفني أنا استمتعت كتير بهالمونديال، نسخة فنية راقية، يمكن من مونديال 90 ما شفنا أداء محترف وعالي المستوى لجميع المنتخبات المشاركة، ما في فجوة بين الأداء المنتخبات من هديك الفترة لغاية الآن إلا مونديال البرازيل، في إجماع عالمي ودولي أنه هالمونديال أمتع مونديال من فترة طويلة. تماما معنا. وخلينا نروح لنسبة سيطرة الأرجنتين على الكرة، فكانت فقط 36%، وهي الأقل لمنتخب التانجو بمباراة واحدة بالمونديال من عام 1966. هلا مستمعي راديو أورينت وبرنامج قلب المونديال، خلينا نروح نحكي عن نجوم اختفوا ولاعبين برزوا بكأس العالم اللي مضت واللي خلصت مبارح. وخلينا نبدأ مع صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم كريستيانو رونالدو اللاعب البرتغالي اللي خرج خالي الوفاض من الدور الأول مع منتخب بلاده، والأمر ذاته مع واين روني من إنجلترا وماريو بالوتيلي من إيطاليا وأندرياس إنييستا صاحب الهدف واللقب العالمي الأخير مع إسبانيا في جنوب أفريقيا. أما بالمقابل خرج نيمار ونجم السيرساو من دور الأربعة، وبقي الداهية ليونيل ميسي، يعني بنقدر نقول أنه الناجي الوحيد لقيادته لمنتخب التانجو إلى المباراة النهائية. وما بدنا ننسى طبعا النجم الواعد لكرة القدم الكولومبية جيمس رودريغيز لاعب نادي موناكو الفرنسي وصاحب التسديدات الرائعة والهدف الأروع يمكن بمونديال البرازيل، وتوجوا على رأس قائمة الهدافين بستة أهداف لمونديال البرازيل. ما بدنا ننسى كمان نقطة سيئة بهالمونديال، وهي العض المتكرر للاعب أورغواي لويس سواريز يلي أدت إلى فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم لعقوبة بحقه لتسع مباريات ومنعه عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لأربعة أشهر. ومنذكر أنه هاللاعب انتقل رسميا لصفوف برشلونة الإسباني. ما بدنا ننسى الجمهور الكبير وحماسه هالكبير، والشي شكل نقطة كتير كبيرة كويسة للبرازيل. احنا وقتنا نشارف على النهاية، شكرا لك وسيم وشكرا لكل اللي كانوا معنا في برنامج قلب المونديال. كنا نتمنى أنه نكون معاكم مستمعينا بظروف أفضل في بيوت آمنة لمستمعين لأطفال لكل ظروف أحسن، لكن على أي حال نتمنى السلام يا رب بأقرب وقت ممكن، ونحن آسفين إذا كنا في بعض الأحيان خرجنا عن النص، لكن غصبا عنا هالشي صار، أحيانا الأمور بتجبرك أنك تتعاطف مش بإيدك، غصبا عنك مع الأمور اللي بتكون حواليك. شكرا لك وسيم، استمتعت معك طوال هالشهر، وإن شاء الله نلتقيك في تجارب مقبلة وقادمة إن شاء الله. إن شاء الله. كمان بدي أشكركم مستمعي راديو أورينت بكل أنحاء سوريا، بنتمنى لكم الخير والسلام والأمان لسوريا يا رب، وإن شاء الله بنلقاكم بمواقع جديدة، مواقع رياضية، مواقع محبة،
وكأس عالم جديدة وبرامج رياضية جديدة. كمان بدي أشكر فريق السوشيال ميديا وفريق الهندسة الصوتية. يعطيكم ألف عافية وإلى اللقاء.